الله الرحمن الرحيم، حرصاً من الهيئة الملكية لتحسين جودة الحياة، قام برنامج الخدمات الصحية بإنشاء وحدة الأورام المتخصصة لعلاج السرطان، وتم تأسيس صيدلية لهذا القسم حسب معايير ومواصفات عالمية وجهزت بأحدث التقنيات. تختص صيدلية وحدة الأورام إلى تحضير الأدوية الكيميائية المستخدمة لعلاج مرضى السرطان. تقسم صيدلية وحدة الأورام إلى قسمين، قسم معقم جزئياً وقسم معقم كلياً. القسم المعقم كلياً يحتاج من الصيدلي أن يكون معقم كامل قبل الدخول إليه، وهو القسم المسؤول اللي يتم فيه تحضير الأدوية الكيميائية. الصيدلية مجهزة بأحدث التقنيات، وتهدف هذه التقنية إلى حماية الكادر الطبي من صيدلي وتمريض أثناء تحضير وتسليم الدواء.